هذا الخيمة اللي انتوا عايشين فيها. احنا ثلاث عائلات. ايش طعمين قنطارة. حبة عدس بنطبخها، عندنا حبة معكرونة طلعوا لبنتي في المدرسة جابتهم، هينا بطبخ لهم. احنا بننشدهم يقفوا معانا لانه خلص كتير هيك دمار وتهجير. البلد لازم تكون مستقرة، لازم تكون فيها حياة حلوة. ما فيش، يعني صارت البلد مدينة اشباح، ما فيش فيها سكن، فيش فيها مأوى، فيش فيها اي اشي. انا بفضل انهم يخلصوا الحرب ونروح نعمل خيمة على البيت نسكن فيه. احنا اطفال مرضى، احنا كبار السن مع مريضين، احنا يجوا يطلعونا يحلوا قضيتنا. يعني احنا كل كم سنة بصير حرب وخبط وضرب وجوع، والاطفال بتموت. انا عندي 8 استشهدوا.